أهل السنة وأهل الشيعة كلهم متفقون على إنكار هذه الجبهة اليزيدية وصراع بين الحق والباطل، يعني بين أنصار الإمام الحسين عليه السلام رافع لواء الحق وبين يزيد الملعون. السيد الخامنة يعمل ويكرس سياسة الجمهورية الإسلامية من أجل وحدة الأمة، ونحن تحت راية السيد علي خامنئي والثورة الحسينية. ولن يفهم من ذلك الجبهة الحسينية الشيعة، ولن يفهم من الجبهة اليزيدية السنة. الجبهة الحسينية اليوم هي المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن. الجبهة اليزيدية هي الصهيونية العالمية ومن يقف معها من مختلف المسميات. مذهب أهل السنة والجماعة أنهم مع الحسين ضد يزيد، هذا الصراع ممتد إلى يوم القيامة. الجبهة الحسينية ليست للشيعة، من قال أن الإمام الحسين عليه السلام هو للشيعة؟ هو إمام الإنسانية، بعد ذلك هو إمام المسلمين سواء سنة أو شيعة، هو إمام الحق. أهل السنة وبرأينا وبكبار علمائنا يقولون بتفسيق يزيد وبأنه شاذ لا يستحق أن يكون في موضع الخلافة وقيادة المسلمين. لهذه الأمة لا بد من قائد ولا بد من وال عام يرعى شؤون الأمة الإسلامية، ونحن نعتبر أن الإمام الخامنئي دام ظله الشريف هو الولي العام والقائد العام لهذه الأمة الإسلامية سنة وشيعة، لأنه يقود بحق الجبهة الحسينية ضد الجبهة اليزيدية وخاصة في فلسطين.